عامل عملية تقيلة، المفروض ان انا اريح، والدكتور قال لي لو نزلت التلفزيون تنزل وتلبس نظارة شمس. بعد غياب 3 أسابيع، تامر امين بنظارة سودة بعد عملية جراحية، يا ترى ايه اللي حصل له؟ جدل كبير اثاره الاعلامي تامر امين بعد ظهوره في حلقة برنامجه بنظارة سودة على الهواء. بعد غياب 3 أسابيع فظهر تامر اثناء تقديم البرنامج بتاعه اخر النهار، واستغرب الجمهور والمتابعين سر ظهور تامر بالنظارة السودة، خاصة انه غايب بقاله فترة. وكشف تامر انه خلال الفترة اللي فاتت عمل عملية جراحية في عينه، عشان كده اختفى فترة. وقال في كلامه: الحمد لله الذي ابتلانا، والحمد لله الذي عافانا، والحمد لله الذي شفانا. الحمد لله قدر ولطف وعكة صحية في عيني. كان عندي مشكلة في عيني اليسرى وكان لابد من إجراء عملية جراحية عاجلة استمرت 4 ساعات ونص مع تخدير كلي. الجراحة كانت ثقيلة بمعنى الكلمة، ولكن الحمد لله الذي قدر ولطف. أنا مستمر في العلاج وراضي بقضاء الله، ولكن جمهوري وحشني فقررت الرجوع للعمل. بستحملوني بارتداء النظارة خلال تقديم البرنامج حتى يتم الله شفائي على خير. وتفاعل مع الجمهور المتابعين ودعوله بالشفاء العاجل.